أهلا وسهلا، حياكم الله. عن أمانة العاصمة. أهلا ومرحبا بك. بداية، يعني إلى أين وصلت مطالبكم في صرف المرتبات؟ وستستمر، والإضراب قائم، وما يحصل في المدارس يعني هي مسألة حضور يعني بسيط جدا مما يدعون المدرسين وهؤلاء البدلاء. وأنا لا أعلم في العالم بأن يكون بديل للمعلم يعني شخصيات لا ليس لها علاقة بالعمل التربوي. هذا كارثة يعني. نعم، يعني الآن ماذا عن محاولات الميليشيا الحوثية من التهرب من صرف هذه المرتبات، وأيضا الأساليب التي تمارسها التعسفية ضد المعلمين؟ هذه يعني الإنسانية، إذا عدم الضمير عند الوالي أو الحاكم سواء يكون شرعي أو غير شرعي، يعني الماشية التي تطعمها أنت مسؤول عنها إذا أجعتها. والظلم هذا القائم في المجتمع من مرتبات المعلم أو الموظفين بشكل عام، يعني هذا محاسبين أمام الله قبل كل شيء. إحنا لازلنا يعني نطالب مرتباتنا ورافضين الظلم ورافضين الظلم، ونواجه ما واجهنا. نحن نطالب بحقوقنا كمعلمين. المعلم أصبح الآن في حالة مزرية منهكة متعبان، يعني كيف يستطيع أن يعطي؟ نعم، أنتم مستمرون بالمطالبة بمستحقاتكم ورواتبكم، بالمقابل الميليشيا تقوم بالتعنت والأعمال التعسفية. يعني ماذا عن التصعيد؟ يعني ما الذي ستقومون به لتصعيد هذه المطالب؟ سيستمر التصعيد والإضراب قائم، والمدارس التي يدار فيها التعليم الآن هي شبه منعدم التعليم نهائيا. اللهم انها مفتوحه باسم الممارسات تقوم. احنا سنستمر في الاضراب، وكما يحصل الان في محافظه تعز ستذهب مسيره يوم الخميس القادم من نقابه المعلمين، ونحن نتكاتف جميعا على حقوقنا في اي محافظه، وسنستمر في الاضراب الى ان نعم. سيد عبد الله حسن البخيتي، عضو اللجنة التحضيرية العليا لنادي المعلمين بصنعاء، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر الهاتف.